بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن مستجدات المنهج الدراسي للتعليم الابتدائي الخاص بالمستويين الخامس والسادس، وكنا تحدثنا عن اللغة العربية. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن المستجدات التي جاءت في الرياضيات للمستويين الخامس والسادس. إذا بالنسبة للرياضيات جاءت كباقي المواد طبعا أصبحت ست وحدات، إذا أصبح في جميع المواد ست وحدات تبعا للمنهاج المنقح الذي اعتمدته الوزارة أو مديرية المناهج. إذن توزيع الحصص خلال فترة تقديم التعلمات بالنسبة لجميع المستويات، عندنا الصيغة الأولى والصيغة الثانية. الصيغة الأولى تضم الوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والصيغة الثانية تضم الوحدة الخامسة والسادسة. إذن شنو هو الفرق بين هذه الوحدات؟ الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم الخامسة والسادسة. الفرق اللي كاين هو أن في الوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة يكون لدينا درس واحد فقط في الأسبوع، درس واحد في الأسبوع. أما في الوحدتين الخامسة والسادسة يصبح درسين في الأسبوع. إذن الوحدة الأولى عندنا درس واحد في الأسبوع، الثانية كذلك، الثالثة كذلك، الرابعة كذلك. أما في الوحدتين الخامسة والسادسة فكما قلت لدينا درسان في الأسبوع. بالنسبة لأنشطة ثم الملاحظة الأخرى هي مدة الحصة أصبحت 55 دقيقة بدل أن كانت 45 دقيقة في النظام القديم. إذن ملحوظة، مدة كل حصة ساعة واحدة، 55 دقيقة للدرس للحصة وخمس دقائق لإنجاز نشاط ترفيهي. إذن هذا من بين المستجدات. إذن كيف تقدم هذه الدروس أو هذه الحصص؟ الحصة الأولى بناء المفهوم، الحصة الثانية أنشطة رياضية، الحصة الثالثة أنشطة رياضية أيضا، الحصة الرابعة أنشطة تقويمية، ثم الحصة الخامسة يعني في الأسبوع الخامس أنشطة الدعم والمعالجة. لأن الأسبوع الأول تقديم الدروس، الأسبوع الثاني تقديم الدروس، الأسبوع الثالث تقديم الدروس، الأسبوع الرابع تقديم الدروس، أما الأسبوع الخامس فهو تقويم حصيلة الوحدة. إذن هذا فيما يتعلق بالحصص بالنسبة للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أما في الوحدة الخامسة والسادسة فسيختلف، لأنه سيصبح لدينا درسان في الأسبوع. الأسبوع الأول عندنا جوج ديال الحصص بقات في الآخر، ما بقاتش كما كانت، كان عدد الحصص في الدرس هو خمسة. أما في الوحدة الخامسة والسادسة ما غاديش يبقى كما كان، غادي يولي جوج ديال الحصص في الدرس، الحصة الأولى نتاع بناء وترياض ثم الحصة الثانية نتاع تقويم ودعم، مبقاش كما كانت خمسة ديال الحصص في درس. ثم الأسبوع الثاني عندنا جوج ديال الحصص في الدرس، الحصة الأولى بناء وترياض ثم تقويم ودعم، ثم الحصة الأخيرة في الأسبوع تخصص للدعم ومعالجة الدرسين. طبعا المدة هي 55 دقيقة مع 5 دقائق ديال إنجاز نشاط ترفيهي. ثم توزيع الحصص خلال أسابيع التقويم والدعم والتوليف. بالنسبة للحصة الأولى وضعية تقويمية، الحصة الثانية دعم وتثبيت تفيئ المتعلمين، الحصة الثالثة دعم وتثبيت، ثم الرابعة وضعيات لتقويم أثر الدعم، ثم الحصة الخامسة معالجة مركزة وإغناء التعلمات بنفس المدة الزمنية للحصص. الآن سنمر للتوزيع السنوي للمستويين الخامس والسادس. بالنسبة للبرنامج الدراسي للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي لدينا المحاور الإعداد والحساب، عندنا فيه الإعداد من 0 إلى 999 ألف
1999 قراءة وكتابة ومقارنة وترتيب، ثم الأعداد الصحيحة الملايين والملايير، ثم الأعداد الصحيحة الطبيعية المجموع الفرق خاصية الجمع والطرح، ثم المضاعفات والقواسم، ثم الأعداد الكسرية الضرب والقسمة، ثم الأعداد الصحيحة الطبيعية خاصية الضرب التبادلية التوزيعية إلى غير ذلك، ثم القوى. وهذا ملاحظة، يعني هذا درس جديد لم يكن يدرس في الابتدائي. القوى 2 و3 مربع ومكعب أعداد صحيحة طبيعية، ثم التناسبية معامل التناسب حساب النسبة المئوية تحويل المعطيات إلى غير ذلك، ثم الأعداد العشرية الجمع والطرح الأعداد الصحيحة. إذن هذا ما سنراه في التوزيع السنوي، سأمر مباشرة للتوزيع السنوي. إذن هذا خاص بالمستوى الخامس، التوزيع السنوي لبرنامج السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذن كما تلاحظون لدينا الوحدات، عندنا 6 ديال الوحدات. بالنسبة للدروس عندنا في الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كما أشرت سابقا درس واحد في الأسبوع، الأسبوع الأول درس واحد، الأسبوع الثاني درس واحد، الأسبوع الثالث درس واحد، الأسبوع الرابع درس واحد، ثم الأسبوع الخامس أسبوع التقويم والدعم. الوحدة الثانية درس واحد في الأسبوع، أسبوع 7 أيضا درس واحد، الأسبوع 8 درس واحد، أسبوع 9 درس واحد، ثم الأسبوع 10 هو أسبوع التقويم والدعم والتوليف. ثم الوحدة الثالثة الأسبوع 11 عندنا درس واحد، الأسبوع 12 درس واحد، الأسبوع 13 درس واحد، ثم الأسبوع 14 درس واحد، ثم الأسبوع 15 أسبوع تقويم يعني نتاع الوحدة، والأسبوع 16 تقويم الأسدس الأول، ثم الأسبوع 18 يعني الأسدس الثاني، الأسدس الثاني، الأسبوع 18 درس واحد، الأسبوع 19 درس واحد، الأسبوع 20 درس واحد، ثم الأسبوع 21 درس واحد القوى، ثم الأسبوع 22 أسبوع التقويم والدعم. أما بالنسبة للوحدة الخامسة لاحظوا أصبحت درسان في الأسبوع، الأسبوع 23 عندنا جوج ديال الدروس، الأسبوع 24 عندنا جوج ديال الدروس، الأسبوع 25 عندنا جوج ديال الدروس، الأسبوع 26 عندنا جوج ديال الدروس، ثم الأسبوع 27 تقويم ودعم، ثم الوحدة السادسة الأسبوع 28 جوج ديال الدروس، الأسبوع 29 جوج ديال الدروس، 30 أيضا جوج ديال الدروس، ثم الأسبوع 31 جوج ديال الدروس، ثم أخيرا الأسبوع 32 تقويم ودعم يعني تاع الوحدة السادسة، ثم الأسبوع 33 تقويم الأسدس الثاني، ثم الأسبوع 34 إجراءات آخر السنة. هذا فيما يتعلق بالمستوى الخامس. المستوى السادس نفس الشيء، سأمر مباشرة للتوزيع السنوي للمستوى السادس. إذن نفس الشيء لدينا أسبوع التقويم التشخيص الأسبوع الأول، إذن الأسبوع الأول من الوحدة عندنا درس واحد، الأسبوع الثاني درس واحد، الأسبوع الثالث درس واحد، الأسبوع الرابع درس واحد. إذن نفس الشيء في باقي الوحدات، الوحدة الثانية والوحدة الثالثة ثم الوحدة الرابعة درس واحد في الأسبوع، ابتداء من الوحدة الخامسة والسادسة يصبح درسان في الأسبوع. إذن هذا فيما يتعلق بمستجدات الرياضيات للمستويين الخامس والسادس. بالنسبة لعدد الدروس في النظام القديم كان 48 درس، أما الآن فأصبحت 32 درسا. كيف ذلك؟ إذن لاحظوا هنا الوحدة الأولى عندنا 4 ديال الدروس، الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عندنا فيهم 4 ديال الدروس في كل وحدة، إذن 4 في 4 تساوي 16. ثم الوحدة الخامسة والسادسة عندنا 8 ديال الدروس في كل وحدة، لاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 8، ثم 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن الوحدة الخامسة والسادسة فيهم 8 ديال الدروس، إذن 8 في 2 هي 16، 16 مع 16 هي 32 درسا بدل 48 درس. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة المقبلة إن شاء الله مع مادة أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.